شهادة حق للتاريخ وشهادة حق أمام الجميع في أول ظهور لحضرتك. هل النادي الأهلي أو أمير توفيق أكبر زين الدين بالعيد أو أكبر حضرتك على أن يكون هناك وكلاء يدخلوا الصفقة بأمانة شديدة وشهادة أمام الله؟ تفضل يا فندم. لا يا أخي، لم يجبر علي أي أحد ولن يجبر علي في المستقبل أي أحد أن يكون وكيل بدون قناعتي في الأهلي. كان لدي وكيلي وهو زيتوني عبد الرحمن من الجزائر وفقط. التواصل، كيف كان التواصل بينكم وبين الأهلي؟ عبر أي قناة أو عبر أي أشخاص؟ كان الاتصال مباشرة لمدة سنتين مع أمير توفيق، وأحييه، إنسان محترم وإنسان محترف. لم يكن هناك أي تدخل بأي حال من الأحوال بذكر اسمين أحمد يحيى أو يحيى؟ لا يوجد أي تدخل. شنو؟ لا يوجد يا أخي، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد أي إشكال في هذه القضية يا أخي، لا يوجد أي إشكال. طيب، فيما يتعلق، ونحيي كل المصريين، كل جماعه الاهلي اللي كانت تريدنا في 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 الاهلي كبير. ما هو السبب الحقيقي وراء عدم انضمام زين الدين بالعيد الى النادي الاهلي، وهو الذي كانت ترغب جماهير الاهلي وبشده في ان يكون متواجدا ضمن صفوف الفريق؟ نعم، نظرا لامكانياته، نعم، وسيرته، نعم، الذاتيه، نعم، الطيبه. وكذلك في الدقيقة الأخيرة يعني كانت اتصالات مع فريق بلجيكي، وكان الوكيل هو كرماني، هو اللي كان وكيلي في أوروبا يعني في فرنسا، وكان كان كان اتصل بينا ودنا واسمه لهذا الفريق سيندون. ما عندنا حتى اشكال يا اخي مع الاهلي، ما ندخلوش في مشاكل، وحنا ما عندناش مشاكل الحمد لله، حنا مرتاحين. هذه هي، ما كان حتى مشكل.